ومعانا كمان السيد كمال ابو عيطه وزير القوى العامله السابق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك وعلى امتنا كلها، وانا بشكرك الاول، وانا مستني المداخله. سمعت الاول مره منذ فتره طويله المفكر والعالم الاقتصادي الدكتور حازم الببلاوي، وحشتنا يا دكتور حازم، وحشتنا خفه دمك وعلمك، ونتمنى نشوفك باي طريقه. يعني ما ينفعش هذا البعاد. دي حاجه فيما يتعلق برئيس الجمهوريه الرئيس عدلي منصور، انا احب اسجل هنا ان بلدنا كانت محتاجه ان بعد رئيسين احدهما كان يتلقى الوحي من البيت الابيض، والاخر كان يدعي تلقي هذا الوحي من السماء كذبا. كان محتاجين لرئيس جمهوريه رجل عداله قاضي يملا بلادنا عدلا بعد ان ملئت كورا، رئيس جمهوريه يعني يخدم شعب مصر ولا يتعالى على الشعب المصري ولا يستبد به ولا يمارس السطو عليه. ده كان الرئيس. اسمح لي استخدم التعبير الرائع اللي حضرتك بتقوله يا استاذ كمال، ملأ مصر عدلا. هذا تعبير رائع الحقيقه. هو مجرد انه لا يمارس الاستبداد اللي كان بيتعمل علينا قبل كده، سواء باسم الحكومه والحاكم او باسم الدين، مجرد ان هو يتعامل مع كافه الامور اللي عرضت عليه بنزاهه القاضي العادل، انا بعتبره اهلنا لمرحله انتقاليه اللي عشناها ديت، لكي يكون هناك رئيس قادم مختلف، رئيس قادم يستجيب لاراده الشعب المصري، يطبق وينفذ اهداف ثوره 25 يناير و30 يونيو، يعمل من اجل هذا الشعب، والشعب بالتالي هيعمل معاه جنبا الى جنب. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. عالي الرئيس الملهم، الرئيس المتعالي على شعبه والجاسم على نفس شعبه، فكره انتهت. كان لازم يبقى في مرحله انتقاليه في النص نرى فيها رئيسا عادلا زي سياده المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه. انا بشكره على هذه الفتره اللي وقف فيها والبلد في حاله خطر، وارجو ان المرحله البينيه ديت او الانتقاليه تكون للي جاي، مقدمه للقادم اللي يكون فيه عدل. اتمنى لبلادنا ان رؤسائها بعد كده القادمين يكونوا اكثر عداله، وفي نموذج قدامنا هو رئيس يخش ينتخب رئيس، دي حاجه لم اراها في حياتي انا شخصيا. صحيح صحيح، هذا أول رئيس سابق يترك الحكم بهذه الطريقة السلسة وبعد انتخابات نزيهة، والحقيقة بنقدم له التحية، ونرجو أن تبقى الصورة المتحضرة والراقية للمستشار عدلي منصور حاضرة في أذهان الجميع وفي ذهن الرئيس القادم أيضا المشير عبد الفتاح السيسي. أنا بشكركم، وإحنا بنشكر حضرتك يا فندم. بشكركم لأنكم بتصححوا صورة الإعلام للإعلام، ان بدل من الاهتمام بالجري والسعي وراء القادم زي ما بيحصل في المصالح الحكوميه وغيره، ودي امر الدوله المصريه، انكم تذكروا الرجل ادى الرساله بامانه والشعب كله بيحبه وبيحييه على انه اشعرنا في الفتره ديت يعني ايه يبقى رئيس جمهوريه ملتزم فعلا بشعبه، مش متعالي عليه ولا متغطرس عليه. انا بشكرك استاذ كمال ابو عيطه، وبشكرك ايضا على الفتره اللي حضرتك عملت فيها. بالتاكيد كل من تولى منصب عام في هذه الفتره كان يحمل عبئا كبيرا. بشكر حضرتك، واخيرا وليس اخرا هيفضل طول الوقت صوره المستشار عدلي منصور حاضره في اذهاننا جميعا كمثال وقدوه للاحترام.